مرحبا. صار لي من آخر كذا يوم وهي عم تصدح قضية شيرين كل الوقت، صار مع شيرين وهيدا أنقذها وهيدا حرفها وهيدا دافع عنها وهيدا بده يأدبها وهيدا بده يزبطها وهيدا اخترع عنها خبرية وهيدا رفع دعوة وهيدا وقف قدام المستشفى. وأنا عم تابع وعم فكر إنه نحن هون عم نحكي عن مرأة، يعني لفت لي نظري منشور لشريكة ولكن هي صفحة النسوية العربية الرائدة، إنه فعلا نحن عم نحكي عن مرأة لها الاستقلالية المادية والمعنوية والاجتماعية، يعرفها عشرات ملايين الناس، يغني أغانيها أجيال ناجحة مستقلة تتعرض لكل هذا الشيء والذي يأخذ طبيعة فضائحية طالما أنها امرأة. بالوقت اللي نحن كلنا منعرف سواء موضوع ليل أو طلاق أو مخدرات أو سمنة أو حلق شعر أو 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 بنت أو مين وقف برا أو مين المحامي، كل هيدي يعني قد لا تخلو حياة أي مشهور بالعالم العربي منها. في نساء بيتعرضوا لها ويقتلن نهاية، وصارت. والرجال إذا بيتعرضوا لها المجتمع بيتعاطى معهم بطريقة مختلفة، لأنه دايما الرجل بمجتمعنا شو ما كانت طبيعة العلاقة وقد ما كان عنده العلاقة دونية مش فوقية مع المرأة، حتى لو كان بيشتغل عندها أو ابنها بضل مفكر حاله مسؤول عنها.